ساجد. والله عز وجل يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الإنسان إذا سجد لله عز وجل ترى هو يقترب من الله. والله يا أخوان أبو تميم مولية يقول طول في السجود. الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل. هذا أحسن وقت. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا الحل. احنا دائما نجي نلقي محاضرة ونمشي. اليوم بنعطيك حل. تعال متخرج من الثانوي وما حصلت وظيفة، الحل موجود، السجود. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مهموم مهموم، هذا الحل. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عندك ذنوب سجود. ما تسجد لله سجدة إلا يرفعك الله درجة. درجة فين؟ فين؟ في الجنة. تعرف إيش معنى درجة في الجنة؟ يعني بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. تحصل على الدرجة بإيش؟ بسجدة. فيك ضيق؟ يجيك ضيق؟ سؤال، تجيك ضيقة؟ تجيك نفسية؟ تضايق كذا بعض الأحيان، تحس نفسك طفشان زهقان متضايق؟ والله الحل في السجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق صدرك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. علاج الضيق هذا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.